برصيد 29 نقطة وهو يمتلك الآن 26 وركنية ملعوبة الركنية الله جول أول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة لصالح نادي الأنصار رايد المرواني رقم 18 يفتح باب التسجيل ويفتح ستار المباراة بهدف من ضربة ركنية يا سلام ارتقاء رائع وجميل من لاعب واعد رائد المرواني شوف الارتقاء وشوف التسديد والكورة شوف الفرحة من حقك يا سيدي يا حبيبي تفرح الدقيقة الثالثة من عمر المباراة